والحديث عن ضم النازحين لقرار إغلاق وزارة التربية لممثلياتها ومدارسها في كردستان العراق واستمرار أزمة النازحين في العراق، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ هلال الدليمي. حياكم الله أستاذ هلال. حياكم الله وبياكم. أهلا بك أستاذ هلال. يعني رغم ترويج حكومة السودان لما تقول إنه عودة طوعية للنازحين، المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن 9 عائلات نازحة من أصل 10 عائلات ترفض العودة إلى مناطقها في صلاح الدين، ما تفسيرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين. ملف النازحين ملف أصبح واضحا للجميع بأن عملية التهجير هي أجريت بعملية سياسية المراد منها هو الانتقام من المناطق التي قاومت المحتل الأمريكي، وهذا واضح جدا. يعني التعاون الأمريكي وما يسمى التحالف الدولي وإدخال داعش ومن هم داعش ومن مول داعش ومن الذي ترك الحماية الأمنية للمواطن بيد الميليشيات بعد داعش، ف اتقسمت العملية السياسية والعسكرية على هذه المناطق حقيقة بأكثر من وجه، وهو بالنتيجة يصب في نفس الهدف الذي صممت من أجلها هذه الميليشيات، سواء كانت داعش أو الميليشيات التي أسست لمحاربة داعش، وهي ميليشيات أسست لمحاربة المواطن. ولا يزال هذا التصرف قائم لحد هذه اللحظة. الناس الذين خرجوا من مناطقهم مجبرين في ذلك الوقت، وكلنا نتذكر على ما حصل في على جسر بزيبج ومنع المواطنين من الدخول إلى بغداد، وبنفس الوقت عدم توفير الحماية لهم من الميليشيات المسلحة ومن داعش في ذلك الوقت، وتخلت عنهم الدولة بشكل كامل وكأنهم غير مواطن، يعني كأنهم التفت عنهم صفة المواطن. هذا جانب. الجانب الآخر، بعد تدمير هذه المناطق وهو التدمير الذي مخطط له بشكل دقيق في هذه المناطق، ومحاولة التغيير الديموغرافي بأي شكل من الأشكال بعد أن أخرج داعش بمسرحية هزيلة، أدخلت الميليشيات إلى هذه المناطق وتم وضع جدول من التهم لهؤلاء الناس يصعب عليهم العودة إلى مناطقهم. السبب الثالث أنه هؤلاء الناس لم تقوم الدولة بتعويضهم أو تصليح مساكنهم ومناطق تواجدهم، وهم فقدوا كل شيء تقريبا في ذلك الوقت. فقدوا مناطقهم، فقدوا مساكنهم، فقدوا أوراقهم الثبوتية، كل هذه إضافة إلى أن الآن الذي يعود التهم جاهزة. طيب أستاذ، عفوا أستاذ هلال، يعني في ذات الإطار هل ترى أن الحكومة يمكن أن تكون جادة بالسماع لمطالب المهجرين والنازحين؟ وكيف تقرأ ورقة مطالب مهجري توز خرماتو التي على رأسها توفير المخصصات المالية للمتضررين وإعادة الإعمار وحصر السلاح والملف الأمني بيد الدولة فقط؟ هذه المطالب مطالب واقعية. يعني أنت الآن حاجة، ما هو حاجة الشخص للعيش في منطقة من في للعودة إلى منزله؟ أول شيء هو توفير خدمات، الشيء الثاني هو التعويض السريع لكي يستطيع أن يعيش كإنسان. يعني والآن لماذا لجأ في أربيل؟ لأن وجد فيها مكان آمن هناك حقيقة، ونحن في الجمعية العراقية للإغاثة الذي نعمل معها في على هذا الملف منذ نشوء هذه الأزمة، أزمة النازحين، ولحد الآن قدموا الأخوة في كردستان كل ما يستطيعون سواء من المواطنين أو من الجهات الرسمية للنازحين بالقدر الذي يمكنهم من العيش الكريم هناك. وبالتالي الآن عندما نأتي ونقول أنه العودة الطوعية، العودة الطوعية لا تتم بطريقة أنه إغلاق كل منافذ الحياة أمامهم وإغلاق المدارس، وبنفس الوقت أي هذه الطوعية الإكراهية هذه تسمى طوعية. يعني الآن حتى في الإعلام
وحتى القرارات اللي تتخذ ظاهرها شيء وباطنها شيء. أشكرك جزيل الشكر وعذرا للمقاطعة، كنت معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ هلال الدليمي، أشكرك جزيل الشكر.